واحنا داخلين على فترة ماراثون الانتخابات الرئاسية، انطلقت مبادرة مهتمة بالأشخاص ذوي الهمم وبتحمل شعار صوتك حق. هذه المبادرة بتستهدف حث الأشخاص من ذوي الهمم وذويهم أيضا على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، وبتتم في إطار التعاون ما بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون دكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. يا دكتورة صباح الخير يا فندم. صباح النور. يا أهلا بيك. في البداية احنا عايزين نتعرف أكتر على الأعمال اللي بتستهدفها هذه المبادرة لمساعدة ذوي الهمم في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. طبعا احنا بنشكر ان احنا بنعمل دعم وتمكين للاشخاص ذوي الاعاقه كمجلس قومي، وده اختصاصنا الاصيل، وبالتالي احنا قدام تخصصات سياسيه وتمكين سياسي، وداخلين على انتخابات رئاسيه باذن الله وتم الاعلان عنها. قبل كده كان لازم ان احنا نستعد، واول بروتوكول من نوعه وهو طبعا بروتوكول ثلاثي بين المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه والهيئه الوطنيه للانتخابات ووزاره التضامن. والبروتوكول ده الحقيقه يعني مهم جدا، لانه بيعمل على تمكين الاشخاص ذوي الاعاقه من خلال اتاحه التيسيرات اللازمه في العمليه الانتخابيه. عندنا طبعا من البدايه ان لابد ان يكون هناك تيسيرات في مهام التصويت، والموقع نفسه لازم يكون عليه ساحه لكل الاعاقات، سواء اعاقات بصريه او اعاقات سمعيه او ايا كان التكنولوجيا اللازمه يعني على الموقع. ويجب ان يكون هناك تيسيرات مكانيه داخل طبعا المكان من اول ما بيدخل لجنه في المقر الانتخابيه. بالظبط. والورقه الانتخابيه هتبقى بطريقه برايل، الى جانب طبعا هيكون في علامات اشاريه على الحائط، بوستر كده بيبقى عليه علامات اشاريه للاعاقات السمعيه في الخطوات ان هو هيعمل ايه من اول ما يدخل اللجنه لغايه ما بيخرج من اللجنه. بالظبط. يعني طبعا التوعيه بتيجي بطرق كتيره جدا قبل الانتخابات، بتبقى توعيه للمجتمع، بنعمل تدريب للمدربين، بندرب ناس من اشخاص ذوي الاعاقه من الرائدات الاجتماعيات طبعا بالتعاون مع وزاره التضامن، وفر لنا عدد كبير جدا ان احنا ندربهم، وازاي كل واحد يدرب الاخرين، فبنعمل حلقات من التوعيه، كل واحد بيدرب الاخرين، فبنعمل توعيه من خلال المحافظات كلها، الى جانب ان المجلس طبعا عمل يعني مع الهيئه الوطنيه للانتخابات اجتماعات علشان يبقى في غرفة عمليات نتواصل بشكل يعني سريع داخل الغرفة دي داخل المجلس، عشان إذا جالنا أي اقتراحات أو شكاوى أو حتى شوية تحديات أثناء العملية الانتخابية نقدر إن احنا نحققها على طول بالتعاون مع لكن هيكون ليكم ممثلين داخل اللجان أعتقد. طبعا، وده طبعا موجود عندنا عدد من الممثلين كبير علشان يقدروا برضه يتابعوا العمليه الانتخابيه ويساعدوا ونتطوع. وفي تعاون مبادره اطلقها المجلس اسمها صوتك حقك، وهي تعاون طبعا مع وزاره الشباب ان احنا نوعي على جميع المحافظات ب يعني ان لابد ان يكون لك مشاركه ايجابيه، لان المشاركه الايجابيه الحقيقه بتوصل بالشخص اللي عنده اعاقه الى مكتسبات. يعني هو شارك في لجنه الـ50 في وضع الدستور، شارك في مجلس النواب، فبقى عندنا لجنه اسمها لجنه الاسره والمراه والاشخاص ذوي الاعاقه. يعني في مكتسبات كتير بفضل مشاركته الايجابيه، وهنا احنا بنقول المشاركه الايجابيه بتعود عليه هو شخصيا بالمكتسبات وبالتشريعات والقوانين اللي بتساعده بعد كده في الحياه. أكيد. دكتورة حضرتك اتكلمتي عن الإعاقة البصرية واتكلمتي عن الإعاقة السمعية، اللي بيبقى عنده إعاقة حركية هل تم التنسيق من المبادرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، أو في أي شيء بيتم التسهيل على الناس إنه يعني يقدر ينتخب مش جوه اللجنة، يقدر ينتخب في مكان يكون قريب في الدور الأول يقدر يتحرك فيه بسهولة، ولا لابد إن هو يدلي بصوته جوه لجنته الانتخابية لو كانت مثلا في دور عالي؟ طبعا احنا بنقول للشخص عنده اعاقه احنا يعني بنعمل كل التيسيرات اللازمه ان شاء الله عشان تقدر تروح اللجنه. اللجنه لازم بالنسبه للاعاقات المكانيه سوري الاعاقات الحركيه في طبعا اتاحه مكانيه، معناها ان يبقى في الجور الارضي لجنه اللي فعلا
يعني بتستعمل ادوات معينه زي ادوات اجهزه قلبيه او قطي متحرك. نعم. بيكون متطوعين هم الحقيقه مضاربين على انهم ازاي يتعاملوا مع الاهلنا علشان يعني التعامل والصوره الايجابيه في الاخر لازم تبقى من المجتمع كله الحقيقه مش من الشخص اللي عنده عقبه. فيعني كلنا لازم نظهر بصوره مشرفه تبقى كلنا على قدر هذه المسؤوليه. كل واحد عارف دوره، كل واحد عارف إيه هو يعمل ايه. حتى انا اقترحت ان احنا الاعزاء الزملاء العساكر اللي واقفين على الابواب يعني مداخل اللجان يجب ان برضه ان احنا نديهم بعض التوعيه زي ان هو يستقبل شخص عنده اعاقه ممكن يساعده ازاي، يساعده بطريقه صحيحه ازاي. برضه احنا يعني بنتواصل مع غرفه الداخليه في حاله ان يكون في حد مش قادر ينتقل من بيته يوصل للجنه. فممكن برضو ان احنا نتواصل لان احنا برضو بنتعاون مع وزاره الداخليه وعلاقتنا بيهم وتنسيقنا معاهم الحقيقه قوي جدا. برضو ان هم يقدروا يوفروا سياره تنتقل للمنزل سواء لكوارث سنه او حتى للاشخاص السيئه. اكيد. كل الشكر ليكي دكتوره ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه، شكرا جزيلا.